ومن هم أدنى أهل الجنة منزلا؟ وكيف يحاسب المجنون يوم القيامة؟ وما هو مصيره؟ هل إلى الجنة أم إلى النار؟ ومن الذي يعرف أهل الجنة بأماكنهم ومساكنهم؟ ومتى يكون الزواج حراما؟ من هو أظلم الناس؟ ومن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ وكم عدد الكتب والصحف السماوية التي أنزلها الله على أنبيائه؟ أنزل الله تعالى على شيث عليه السلام 50 صحيفة، وعلى إدريس عليه السلام 30 صحيفة، وعلى إبراهيم عليه السلام 10 صحف، وعلى موسى عليه السلام 10 صحف، ثم أنزل بعد ذلك على موسى التوراة، ثم بعد ذلك أنزل على داود عليه السلام الزبور، ثم بعد ذلك أنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل، ثم بعد ذلك أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. فعدد الكتب السماوية 4، فلا يحق لمسلم أن ينكرها، كما لا يحق له أن ينكر نبيا جاء من عند الله، لأن هذا يعتبر في الإسلام ركن من أركان الإيمان. ولكن اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل وقالوا على الله ما لا يعلمون. وكيف خاطبهم الله تعالى بعد أن قالوا عليه ما لا يعلمون؟ قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لقد وعد الله موسى أن يأتي لميقاته لأخذ الألواح بعد 40 ليلة، فلماذا تعجل موسى عليه السلام وذهب قبل 40؟ لقد اشتاق موسى للقاء ربه فقال: وعجلت إليك ربي لترضى. وما هو المكان الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام؟ على جبل الطور في سيناء في مصر. وما هي ديانة موسى عليه السلام؟ ديانة موسى عليه السلام هي الإسلام، كما في قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما هي ديانة عيسى عليه السلام؟ ديانة عيسى عليه السلام هي الإسلام، كما في قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قالوا الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وديانة سليمان عليه السلام هي الإسلام، كما في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فجميع الأنبياء والرسل ديانتهم الإسلام كما جاء في القرآن الكريم، وحتى الجن كما في قوله تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ما هو أساس الحكمة؟ معرفة الله. وما هو أساس الدين؟ العدالة. وما هو الدين عند الله؟ الدين عند الله هو الإسلام، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ما هو الجنون؟ هو اختلال العقل وفقد القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ. وهل يكلف المجنون بأداء العبادات؟ لا يطالب المجنون بأداء العبادات البدنية كالصوم والصلاة والحج ولا تصح منها. وما هي الأشياء التي يطالب بها المجنون؟ يطالب المجنون بإخراج الزكاة إن كان له مال يخرجها عن وليه، كما يطالب بالغرامات والتعويضات إذا أتلف شيئا ما. وهل يحكم على المجنون بالإسلام أم لا؟ يحكم على المجنون بإسلامه إن كان أحد أبواه مسلما ويرجى له الجنة. وهل يصح البيع أو الشراء من المجنون؟ لا يصح بيعه ولا شراءه، وإنما يحجر عليه، ولا تصح تصرفاته القولية كالهبة والطلاق ونحوهما. وهل يصح زواج المجنون؟ لا يصح زواج المجنون، لأن الجنون عيبا في النكاح يوجب الفسخ. وهل يقتص من المجنون إذا ارتكب فعلا يوجب القصاص؟ لا يقتص منه ولا يقام عليه الحد. وهل للمجنون حق في الميراث؟ نعم، المجنون يرث وإن كان له مال يورث عنها. وكيف يحاسب المجنون يوم القيامة؟ وما هو مصيره؟ هل إلى الجنة أم إلى النار؟ للعلماء قولان: القول الأول أنهم يدخلون الجنة مباشرة بغير حساب، والقول الثاني أنهم يمتحنون، فمن أطاع دخل الجنة ومن لم يطع دخل النار. كم مرة ذكرت الجنة في القرآن الكريم؟ ذكر الله الجنة في 40 موضعا وزينها لعباده. ومن هم أدنى أهل الجنة منزلة؟ هو رجل يدخله الله الجنة بعدما أنزل أهل الجنة منازلهم، ويعطيه 50 ضعف أعظم ملك في الدنيا، ويقول له: لك فيها ما تشتهي نفسك. ومن هم أعظم أهل الجنة منزلة؟ أولئك الذين غرس الله كرامتهم بيده، فلهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما هي سعة الباب في الجنة؟ للجنة 8 أبواب، سعة الباب الواحد مسيرة 40 سنة. وكيف يستقبل أهل الجنة؟ إذا دخلوا الجنة قيل لهم: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين، فيقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده. ومن الذي يعرف أهل الجنة بأماكنهم ومساكنهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأعرف في الدنيا بمساكنكم وأزواجكم من أهل الجنة بمساكنهم وأزواجهم، وكما قال الله تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم.
ما المقصود بالمشرك في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذا من مات على الشرك، أما إذا تاب العبد ورجع إلى ربه فالله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ومن هم أبغض أهل النار؟ هم الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، وهؤلاء لم يتخطى إسلامهم حناجرهم. وما الذي يجب على من يدعو إلى الله؟ يدعو إلى الله بمثل ما أمر الله، بالحكمة والموعظة الحسنة، فالنصح ثقيل فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا، والحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان. ما هي المعجزة التي ذكرها الله في القرآن الكريم قبل معجزة خلق السماوات والأرض؟ هي الزواج، فالزواج معجزة وآية من آيات الله، لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال الله تعالى في الآية التي تليها ومن آياته خلق السماوات والأرض. ومتى تتحقق هذه المعجزة ويكون الزواج ناجحا؟ تتحقق هذه المعجزة إذا توفرت المودة والرحمة. وما هو تعريف الزواج لغة وشرعا؟ الزواج لغة هو الازدواج، بمعنى المخالطة والمرابطة والمقارنة والمشاركة، وشرعا هو عقد يتم بين الرجل والمرأة يحل به الاستمتاع كل منهما بالآخر. وما هي أركان الزواج؟ أركان الزواج هي الصيغة والزوج والزوجة والولي والشهود، والصداق ليس ركنا من أركان الزواج ولكنه شرط من شروط النكاح لا بد منها. وما هو حكم الزواج؟ حكم الزواج الأساسي أنه مندوب وسنة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديثه الشريف يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن حكم الزواج التفصيلي أنه تارة يكون واجبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون حراما. ومتى يكون الزواج واجبا؟ إذا كان المرء قادرا على الزواج وقادرا على النفقة ولا يستطيع أن يعصم نفسه عن الحرام ففي هذه الحالة يكون الزواج واجبا. ومتى يكون الزواج مباحا؟ إذا كان المرء قادرا على الزواج وقادرا على النفقة ويستطيع أن يعصم نفسه عن الحرام ففي هذه الحالة يكون الزواج مباحا. ومتى يكون الزواج حراما؟ إذا كان المرء غير قادر على الزواج صحيا وماديا وسلحق الضرر بزوجته ففي هذه الحالة يقع الزواج حراما. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فما هم؟ الزواج والطلاق والرجعة. وما هو أشد فعل يعجب به إبليس؟ هو أن يستطيع الشيطان أن يفرق بين الرجل وزوجته فيطلقها فيقول له إبليس نعم أنت.